حابب يعني يسافر بره وكده لازم تتعلم لغه كويس. انجلش اولا كفيرست لانجوج اند ذا جيرمان. اوكي السلام عليكم، عاملين ايه؟ هنتكلم دلوقتي عن قسم ميكاترونكس بس ليه علاقه اكتر بسوق العمل. طيب يعني ايه قسم ميكاترونكس؟ عامه ممكن يكون بيدمج من الميكانيك والالكترونيك، بس في نفس الوقت ممكن نحط لنفسنا ايتمز اساسيه جدا عشان تقدر تاهلك بسهوله. ممكن تشتغل في مجال الروبوتك او مجال الديزاين او مجال الهيدروليك او مجال الاوتوموتيف، بس هتكلم بصوره اوضح ازاي تاهل نفسك كمهندس ميكاترونكس ليها علاقه بسوق العمل. اول نقطه انه تقدر تشتغل في مكتب استشارات هندسيه. طب ايه هي الكواليفيكيشن اللي تقدر تاهلني ان انا اتعين في مكتب استشارات هندسيه؟ لازم يكون معاك مثلا حاجات ليها علاقه بالديزاين زي السوليد وورك، بنتور، زي الكات كام. في نفس الوقت ممكن تكون معاك حاجه اتش باك او اير فايتنج او بلامبنج او ريفيت او 3 دي ماكس. كل الحاجات دي تقدر تاهلك انك تعين في مكتب استشارات هندسيه. اربع اقسام اساسيه جدا تقدر تاهلك انك تتعين اي شركه. اول حاجه تعين في حاجه اسمها الديت الهندسي او التكنيكال اوفيس، عامه ده عباره عن مكتب فني في اي شركه. ده لازم يكون عنده باك جراوند كويسه وكواليفيكيشن كويسه، زي يكون عندك مهارات في برنامج الوورد او الاكسل او الباوربوينت. بلس فوق ده كله ان لازم يكون معاك حاجه اسمها برنامج برايمافيرا. برايمافيرا ده عباره عن برنامج بتعد تقارير يوميه عن اي شركه، زي مثلا وصل لي ماتيريال قد ايه النهارده، في نفس الوقت عدد العمال اللي موجودين النهارده. كل الكلام ده بتبدا ترسمه ككيرفات معينه وتقدر ترفعه للشركه الاساسيه اللي واخد منها شغل. تاني جزئيه عندي مهندس كونستراكشن. مهندس كونستراكشن لازم يكون عنده حاجات اساسيه جدا في السيرفو داينامكس، او لازم يكون عنده مثلا مهارات ان هو ازاي يعرف يعني ايه هيدروليك، يعني ايه فلويد. يبقى عنده حاجات اساسيه عن اللحام اللي موجود في المواقع. في الوقت عندنا ثلاث قسم، مثلا مهندس الكيو سي او الكواليتي كنترول او التفتيش الهندسي بمعنى صح. التفتيش الهندسي ده طبيعي اي شركه، بيبقى ليكن شركه مقاولات واخده شغلانه معينه بتلحم مثلا مواسير معينه، ده مهندس الكيو سي او الكواليتي كنترول، ان هو مسؤول عن التفتيش الهندسي عن اللحامات دي. ده لازم يكون معاه سيرتيفيكيت في اسمها بي تي او اليو تي او الار تي او الام تي او كل الحاجات دي لو معاك تقدر تاهلك كمهندس كيو سي كويس جدا. عندي تالت حاجه او رابع حاجه بمعنى صح، مهندس سيفتي. مهندس سيفتي دي بتبقى سيرتيفيكيت تقدر تاخدها من منظمه اوشا العالميه مثلا، انك تكون مهندس سيفتي، بس دي بتحطك في مخاطره كبيره جدا، تكون مسؤول عن كل شخص موجود في الموقع. كل الحاجات دي تقدر تاهلك كمهندس ميكاترونكس في سوق العمل. شكرا ليك. صح. المسابقات دي اكتر حاجه ممكن تتعلم منها وتاخد منها خبره مسابقه، عندك ستيتش معينه، بوقت معين، بتظبط معينه، التاسك المطلوب منك ده كذا طريقه. اغلب المسابقات دي حاجه واحده مثلا مطلوبه من كذا تيم، مثلا فكره روبوت مختلفه. معظم المسابقات مش بيفتح لك الدنيا كده اعمل اللي انت عايزه وتعالى نتكلم في اللي انت عايزه. حكم الديكايتنج ما بين الروبوت والتحرك بقى تعمل اللي انت عايزه في الروبوت بتاعك. هم اللي هو نفذ التاسك ده وينزل مثلا قدام روبوت تاني وتشوف مين بقى اللي عايزه. ضروري تكون مقبول. مهندسي كورونا. العجلتين ورا دول فري ويل. افرح دي. فدي متوصل عن طريق السير. النوزل لاي روبوت ممكن بعد اي تاسك بتاعي. من ضمن الحاجات اللي في المسابقه ان انت لازم تقرا الروبوت بتاعك كويس جدا. احنا داخلين المسابقه معانا تاتش مش كويس جدا، كان عندنا مطلوب منا تاسك، نفذنا التاسك بالروبوت ده. فجاه لقينا قبل المسابقه روبوت بتعمل بالروبوت عامله ايدك من الروبوت، فده جاهز انا شغال على ده. قلت في الاستيج اللي بعده اعمل روبوت تاني كنت مزنوق في وقت. جه قبلها بيومين لا طب اعمل ايه؟ هو اي نعم ده شكل وحش شويه وفي حاجات غلط ياما، بس ما كانش قدامي حاجه غير ان انا اجيب شويه الخشب اللي كان عندي دول وابتدي مصنع زي ما انتم شايفين مظبط الدنيا. كل ده مسمار بايدك. كل ده الحمد لله نزلنا بيه بري وجبنا مركز تاني. يعني انا كمهندس ممكن ما اشتغلش في الحاجات دي، هتفيدني في ايه عموما يعني؟ مصر لحد ما وده للاسف يعني ما بيبقوش شغل قد كده. بره الموضوع ده شغال اصلا، الواحد ينزل يجيب الكومبوننت بتاعته وكانه في محل تحت. صعب جدا عشان تجيب حاجه انت عايزها. الحاجه اللي بتوقف اي حد في اي مشروع هو انت اصلا مش بتوقف. في حاجات دلوقتي معلش اصلا بتنزل عشان تصريح وبتاع. في ورقه كنت جايبها صراحه كنت حاطها في انا برضه هتكلم عن مجال الميكاترونكس. في مجال واسع جدا في المانيا وفي روسيا، فعشان عايز تسافر بره لازم تدور على اللغه. مهمه جدا انجلش الماني تسافر دول الخليج وكده. الميكاترونكس اكتر مجال بيشتغل فيه. اللي عايز برضه يدور على دول الخليج وكده، اكتر حاجه شغاله دول الخليج الاتش باك والنظام الديزل شغال جدا في السعوديه، وكمان برضه الهيدروليك معدات الثقيله وكده. مهندس ميكاترونكس لازم تركز يا في مجال الميكاترونكس كهنيكا او الكترونكس اللي هو نظام الكهرباء بي ال سي كلاسيك كنترول الكلام ده كله. حدد مجالك يا في الميكانيكا يا في الالكترونكس.
باشمهندس احمد صلاح وباشمهندس مهدي اتكلموا عن سوق العمل، اتكلموا عن سوق العمل بحيث ان انت ازاي تشتغل بعد ما تخلص الدراسه. مفيش حد اتكلم عن 5 سنين اللي هيدرسوا دول عامل ازاي، دول سهلين ولا صعب؟ اولا السؤال ده ما ينفعش اسال، انا طالما داخل مجال الهندسه ده معناه ان انا بحبه، مفيش حاجه اسمها سهل او صعب. الموضوع اسمه هبذل مجهود كبير ولا مش هبذل مجهود. تاني سؤال لازم اساله الدكاتره عاملين ايه؟ الدكاتره بينقسموا قسمين، عندي حاجه اسمها دكتور بيقول عليها اكاديمي بحت، ملوش علاقه بعلم الواقع اصلا، هو بتاع كتاب وخلاص. عندي دكتور تاني مرتبط بمجال العمل، نزل مواقع كتير، نزل شغل كتير، وبناء على حاجه حبها في الموضوع عامل فيها دكتور. الدكتور دوت افضل من الدكتور ده كتير، بس لازم نعرف ان الاثنين عندهم نفس العلم. احسن طبعا الدكتور اللي هو عنده بيقدر يوصل له المعلومه بطريقه بسيطه جدا وسهله جدا، اما الدكتور الاكاديمي البحث قاعدين يلف ويدور ويوصل له معلومه الكترونيه هيبقى صعب عليا جدا المعلومه توصل لي وافهمها. السنه دي تقيله في الفهم، ولا حابب تاخد كبير ولا مش عايز تاخد كبير، بيعتمد على الدكاتره. انا في اعدادي مثلا من 5 سنين ممكن اقول لك اعدادي سهله جدا، على ايامك ما اقدرش اقول اعدادي سهله ولا صعبه، ليه؟ حسب الدكاتره اللي موجوده عندك. يبقى انت لازم تعرف ان الدكاتره عامل نفسك الموضوع، بس في كلتا الاحوال لازم تنزل طالما انت هتذاكر يبقى حتمك هتحقق هدفك معاك، طالما مش هتذاكر للاسف مش هتمك، ولو عديت هتجيب معاك. طب ال5 سنين دول هقضيهم ازاي؟ ال5 سنين دول خليهم اجمل ايام حياتك، لازم تاخدها كده بصدر رحب، تستقبل ال5 سنين بابتسامه جميله، علشان لو ما عملتش كده هيكونوا 5 سنين سواد، وبعد ما تخلص ال5 سنين دول هيبقى سواد اسوء من السواد اللي انت قابلته.